الفاكوري مختصه في طب النساء والتوليد بتمارا. صباح الخير، اهلا وسهلا بك للا. مرحبا. صباح الخير. صباح النور، كيف الحال؟ الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر. طيب، سكري الحمل هو الحاله اللي كتشخص فيها الاصابه بمرض السكري للمره الاولى دكتوره هدى فاكوري في هذه الفتره ديال الحمل. شنو كيبان على المرأة في هذه الفترة؟ شنو هاد الأعراض ديال سكري الحمل وعلاش كيوقع ليها هاد يعني هاد الخلل هذا في البنكرياس ديالها أو في الأنسولين ديالها دكتورة هدى؟ دونك أول حاجة هو خاصنا نفرقوا ما بين المرأة ديجا عندها مرض سكري، وبعض المرات ما كيكونش معروف، وهذه كنعملوا تحاليل في 3 شهور الاولى. الا لقينا بان التحليله ديال السكر ملي كتكون دايراها وهي ما فاتراش طالعه، فهذه كنعتبروها سكري قبل من الحمل. بالنسبه للسيدات اللي كيتعرضوا للسكري اثناء الحمل، يعني السكري ديال الحمل، فهما كيتم التشخيص ديالهم مورا 20 اسبوع، يعني ملي كتوصل لشهرها الخامس كنعاودوا نديروا واحد التحليله اخرى اللي هضرت عليها البارح ديال محلول الجلوكوز كنعطيوه لها. نعم. هذاك هو اللي كيشخص لنا المرض ديال سكري الحمل. نعم. عند السيده. نعم. بالنسبه للاعراض فهي اعراض اللي شائعه عند سيدات الحوامل. نعم. داكشي علاش مثلا ما نبقاوش نديو على الاعراض عند السيده الحامل. نعم. كنعملوا تحليله سيستماتيك صافي، حيتاش مثلا تبول كثير او التعب او لا العطش الكثير او زياده في الوزن. نعم. هذه كله اعراض عاديه، اعراض عادية عند المراه الحامل. نعم. دونك ولا بدات تعمل تحليله، وخصوصا اذا كان عندها يعني سوابق عائليه ديال السكري، او لا ديجا طلع لها السكر في حبالات قبل، او لا الوزن ديالها يعني مفرط، او لا مراه كتعدى 35 عام للفوق. ولكن كيف ما كان الحال حنا دابا اكطوالمون كنديروا تحليله بالنسبه لجميع السيدات. طيب 3 شهور الاولى ولا الثانيه متى كيديكلونش هاد سكري الحمل؟ 3 شهور الثانيه، يعني اطاختير ديال 5 شهور. نعم. واش ممكن ياثر هاد السكري على الحمل دكتوره هدى؟ بالطبع، كما قلت الاسباب ديالو ما جاوبتكش على السؤال، هو انه عند المراه الحامل الهرمونات ديال البروجستيرون والاستروجين كيكونوا طالعين عندها بزاف، هما كيخلقوا واحد الانسولين ريزيستانس، يعني كتولي الخلايا ديال الجسم عندها ريزيستانس على الهرمون الانسولين، وبالتالي كيطلع النسبه ديال السكر عندها في الدم. نعم. اذا وكيأثر على الحمل دكتوره، كيفاش كيأثر؟ بالطبع كيأثر على الحمل، كيأثر على المراه، كيقدر يأثر على المراه، كان كيقدر يأثر على الجنين، وخصوصا السكري ديال الحمل كيأثر على الجنين. فبالنسبه للسيده اللي ما كتعالج ممكن يكون عندها الحجم ديال البيبي ديالها كبير، 4 كيلو الفوق، وهذا كيأثر على الولاده، يعني وقت الولاده كيقدر يشكل خطوره على السيده. كذلك يقدر هذاك الوليد من بعد من يكبر يكون عنده مرض سكري. ممكن ايضا توقع وفاة داخل البطن ديال الام، يعني في وسط الحبالة. بالنسبة للسيدات اللي ديجا عندهم سكري قبل من الحمل وما كانش متوازن، فيقدروا يكون عندهم يتعرض الجنين لتشوهات خلقية او لا اجهاضات. وكذلك يقدر يأثر لها على الكلى ديالها وعلى القلب ديالها وعلى الشرايين ديالها، هذاك بالنسبه للسكري اللي قبل من الحمل. اما بالنسبه للسكري ديال المراه الحامل فهو ما كيأثرش بزاف، اكونديسيون ان ملي تعمل تحاليل مور الولاده يكونوا عاديين، حيت اغلبيه ديال السيدات مور الولاده هذاك السكري ديال الحمل ما كيبقاش، ولكن كيبقى دائما عندهم نسبه انها تتطور من بعد سكري ديال عادي ديال الناس، يعني ديابيت تيب 2. نعم. معالجه سكري الحمل يعني كيتم عبر الاكل الصحي اللي كتنصحوا به وممارسه التمارين الرياضيه، هادو جوج الحوايج اللي خصهم يعني تنهجهم المراه الحامل في هذه الفتره الا كان عندها هذا السكري دكتوره. بالطبع، اول حاجه هي بيان سور لو ريجيم اليمونتير، يعني خاصها تعمل حميه غذائيه. كنطلبوا منها انها تنقص النسبه ديال السكريات والسعرات الحراريه ديال الاكل ديالها، وكذلك تقوم بالتمارين الرياضيه، ماشي ديك التمارين الرياضيه الكثيره، ولكن يعني على الاقل 30 دقيقه ديال المشي في النهار. بالنسبه للسيدات اللي عندهم سمنه
قبل ما يحملوا، فهما كنصحوهم باش انهم ما يزيدوش الوزن كثير في, في, في خلال فتره الحمل باش ما يتعرضوش لهذا السكري ديال الحمل. نعم. وإلا ما دارش هادو أبخي كنبداو نراقبو بالتحاليل ديال السكر، إلا ما دارش المسؤول ديالو هاد التمارين وهاد الحمية فكنضطرو نلجؤو الأنسولين، يعني الحقن الأنسولين باش باش نوازنو هذاك النسبة ديال السكر في الدم. هاد الحقن ديال الأنسولين في الفترة ما كتأثرش على الجنين دكتورة هدى؟ بالعكس، هي انه المراه خصها تكون متوازنه باش ما يكونش تاثير على الجنين. نعم. اكونديسيون بان هاد الحقن يتعملوا داخل يعني مستشفى تحت المراقبه الطبيه في الاول، بثمن السيده تولي متوازنه وتعرف كيفاش تستعمل هذيك الانسولين، وعاد ابخي نبقاو نعطيوها تقيس السكر في البيت ديالها وتبقى اشاق فوا تجيبوا لنا العياده. نعم. اذا كانت الاصابه يعني في حمل في حمل يعني سابق دكتوره هدى، واش الحمل المقبل ممكن انها تصاب بسكري الحمل 100%؟ ماشي 100%، ولكن النسبه ديال انها تعاود تصاب بهذا السكري ديال الحمل كثيره. يعني لذلك بالنسبه للسيدات اللي ديجا عملوا سكري الحمل في الحبالات السابقه ولا بد ضروري انه يعملوا ديك التحليله في شهرهم الخامس. نعم. وإذا كانت الأم مصابة بالسكري قبل من الحمل أكيد خاصة تأخذ بعض الاحتياطات اللازمة في هذه الفترة هذه. بالطبع، أول حاجة أول احتياط هو احتياطات قبل أنها تحمل. يعني 3 شهور قبل ما تحمل خاصة تكون عندها السكري ديالها متوازن. نعم. وتحاول تنقص في الوزن ديالها 1-2 كيلو ل 3 كيلو قبل ما تحمل باش ما يطرالهاش مشكل، باش ما يطرالهاش تشوهات السكر وتشوهات الخلقيه عند البيبي ديالها. دونك من بعد ملي كتولي حامله الا كانت كتاخذ غير الكينات، يعني داك لي زونتي ديابيتيك اورو، خاصها تبدلهم وترجع تاخذ الانسولين، وخاصها تولي متوازنه بداك الانسولين. يعني كنبقاو نزيدوا الجرعات ديال الانسولين حتى كتولي سيده متوازنه. وبيان سور الحميه والتمارين الرياضيه بحال بحال هذا، والمراقبه الطبيه بحال بحال السيدات اللي عندهم السكري ديال الحمل. طيب دكتوره اذا سمحتي ناخذ مكالمه هاتفيه. سي سعيد من مكناس، صباح الخير سي سعيد. سي سعيد صباح الخير استاذه. اهلا وسهلا. صباح الخير استاذه. صباح الخير سي سعيد من قسم الراديو ديال الطوموبيل على ما اظن، ياك؟ واه الشاحنه. من الوالدين. اييه الله يسهل عليك سي سعيد. السلام عليكم. سنه سعيده وكل عام وانتم بالف خير. الله يكبر بيك. والطاقم التقني كاع المشرف على هذا البرنامج وكاع المغاربه اللي في الاستماع ومحبي هذه الاذاعه الوطنيه ل 100% بامتياز. شكرا. وتنتمنى لكم مزيد من التالق والنجاح في برامجكم الوطنيه. ومع هذا المنبر تنقول للزوجه ديالي سنة سعيدة وكل عام وأنت بألف خير، والله يفك الحيل على خير. دكتورة عفاك دكتورة هدى فابوري، إيه؟ عفاك عندي واحد السؤال الله يجازيك بخير. إيه؟ بالنسبة للزوجة ديالي تنقول لها عفاك تقد تحرك شوية، تقد تمشى دير شوية دلا مارش، وهي ما كديرش كتعجز. يعني واش هاد الشيء هذا كيأثر على الجنين ولا ما كاين حتى شي تأثير على الجنين؟ وشكرا. دكتورة هدى الوغ دائما حنا المغاربه المراه ملي كتحمل صافي خاصها تجلس وترتاح. جد غلط هاد الفكره هذه. بالعكس خاصها تحرك. المراه الحامل ماشي مريضه، هي جوست انسانت، يعني خاصها تحرك بيان سور. الا ما كانوش عندها امراض مجاوره، الا الطبيب ما منعش عليها الحركه، فخاصها تمشى على الاقل المشي. كم يمكن لها تعمل رياضات اخرى اللي هما يعني رياضات خفيفه ودان سبوردو، بحال مثلا السباحه او اليوغا او الرقص. شي حاجه اللي ما غاديش تاثر عليها، ولكن تبقى دائما كتحرك في يعني اثناء الحمل ديالها. بين قوسين يعني الرقص، يعني زومبا، يعني اللي عنده الامكانيات وعنده لي صال زومبا، رقص شرقي، ممكن المراه تحرك في هاد لي سيونس دكتوره هدى؟ لا ممكن تحرك، يعني ما تعملش حركات اللي هما بروتال وبروت. نعم. ولكن بالطبع تحرك على قدر المستطاع ديالها، على قدر المستطاع ديالها هي والخطوات ديالها كتعاونها بزاف. اول حاجه بالنسبه للمرض السكري ما غاديش ديفلوبي، ثاني حاجه بالنسبه للوزن ديالها ما غاديش يتزاد بافراط، وكذلك بالنسبه للنمو ديال الجنين ديالها
وفي الاخر بالنسبه للولاده كتكون الولاده سهله بالنسبه للسيدات اللي كيعملوا الرياضه مقارنه مع السيدات اللي ما كيديروا حتى شي حاجه. نعم. تحديد الولاده وهذا اخر سؤال دكتوره هدى، فاغوري قيصريه او عاديه، على ماذا تعتمد دكتوره؟ شنو معايير هاد الولادتين دكتوره والاختلاف؟ هذا سؤال جد صعب نقدروا نهضروا فيه خاصه دكتوره هدى نخليو هذا السؤال معلق ليوم الاثنين باذن الله وتكوني معنا في صبيحه يوم الاثنين ان شاء الله. ان شاء الله. المره خاصه توجد راسها لانه فعلا في الثلاث اشهر الاخيره هنا فين كيتم تحديد يعني الولاده هل هي قيصريه ام طبيعيه دكتوره هدى فاغوري؟ بالطبع تكوني معنا باذن الله. مشكوره جدا ان شاء الله. الى اللقاء. خلينا كنعرفوا الى اللقاء. Yeah, I want to come over.